السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أحمد فرحات على اليوتيوب. والنهاردة عندنا شوية مواضيع كده سريعة عايزين نتكلم فيها. أول موضوع كان امبارح كابتن طارق السيد بيتكلم عن ذكرى مباراة 6-1، وفي كده شوية حاجات يعني حبيت إن أنا أعلق عليها باعتبار يعني واحد من اللي شاهدوا هذه المباراة. أولا فكرة إن النادي الأهلي كان في الماتش ده نازل يتغلب، او ان احنا كنا خايفين من الزمالك، او ان النادي الاهلي كان خايف من الزمالك. فانا فاكر كويس جدا ان انا كنت من القليلين جدا في مصر اللي كانوا متوقعين ان الزمالك في الماتش ده تحديدا هيخش فيه 4 تجوان في مفهوم. قلتها لزميلي ليا وقت ذاك يعني واحنا راجعين من درس رياضيات، انا كنت وقتها في الثانويه العامه. ايه السبب اللي خلاني اقول كده وقتها؟ لان يعني في الوقت ده الزمالك طبعا كان بيضربوا وقتها المدرب الالماني اوتو فيستر لو انتوا فاكرين، والمدرب ده هو اللي رجع بطوله الدوري للزمالك بعد غياب 8 سنين. في الموسم اللي بعد كده اوتو فيستر كان عنده وجهه نظر ان الانديه في مصر كلها باستثناء نادي الاسماعيلي ما عندهاش اسلوب. يعني كان دايما يقول ان لو انت جيت قلعت فريق برازيل فانيلته ولبسته اي فانيله تاني هتعرف ان ده البرازيل، لو رجعت فريق المانيا فانيلته ولبست اي فانيله تاني هتعرف ان دي المانيا. فهو كان في دماغه ان هو بيحاول يوجد نادي الزمالك اسلوب يعني. ففي الموسم الثاني اللي هو الموسم اللي فيه المباراه الشهيره اللي ذكرها كابتن طارق السيد ده دي امبارح، كان بيحاول ان هو يخلي الزمالك اسلوبه هجومي بالاعتماد على تامر عبد الحميد فقط في منطقه الديفندر، وانه يلعب يا اما 3-1-4-2 يا اما يلعب زي ماتش الاهلي والزمالك ده 4-1-3-2. المباراه دي تحديدا هو لعب 4-1-3-2. الزمالك في الدوري ده بالذات، ويمكن دي من ضمن الاسباب اللي خلتني وقت ذاك اتوقع موضوع ان الاهلي هيحط 4 تجوان فيما فوق. الزمالك في هذا الموسم بالفعل كان اقوى هجوم برصيد 58 جون، لكن لو انت جيت بصيت في الدفاع هتلاقي ان اضعف دفاع في البطوله كان نادي سوهاج، كان دخل فيه 53 جول، ثم نادي الترسانه اللي كان في المركز الثامن جايب داخل فيه 45 جول، ثم نادي غزل السويس داخل فيه 40 جول ده كان في المركز ال 12، وبعدين تقعد تبص في الجدول تشوف النادي اللي بعد كده فستفاجئ ان الزمالك هو النادي الرابع في منطقه الاضعف دفاعيا 37 جول. طبعا 37 جول داخل منهم 6 جوان في مباراه الاهلي وزي. في الوقت ده بقى كان الاهلي بيلعب ازاي؟ في الوقت ده كان مانويل جوزيه زي ما احنا فاكرين كان بيحاول يلعب 4-4-2، ثم لقى ان اللعيب المصري مش قادر يستوعب الخطه فحب يعدل الطريقه ل 3-4-3. فكان وقتها لاول مره بدانا نشوف الباك اللي بيلعب ال ام ال ام وار ام، ليفت ميدفيلدر ورايت ميدفيلدر، اللي هو تقريبا واخد الجنب كله يمين ويمين وشمال، واخد الجنب كله فوق وتحت صعودا وهبوطا، هبوطا مع المدافعين بتتحول ل 5-3-2، وهجوما بتتحول ل 3-4-3. الاهلي في الموسم ده كان عنده وقتها الظاهره احمد بلال اللي هو تقريبا مانويل جوزيه يعني فجاه كده بدا يعتمد عليه، وفجاه كده بدا يبان انه مهاجم ممتاز وخليل بيبو. وفي المباراة دي كمان كان بيلعب رضا شحاتة اللي هو كان واحد من العناصر المهمة جدا اللي كانت موجودة في منتخب الناشئين. بالتأكيد التلاتة دول في وجود هذا الضعف الدفاعي اللي كان عند الزمالك في الوقت ده كان طبيعي جدا ان الاهلي يحط 4 تجوان واكتر. واذكر ان في المباراة دي كان تعليق احد المعلقين على المباراة دي بعد المباراة قال ان هذه المباراة كان يمكن ان تنتهي برقمين متجاوزين، فرص الضياع الاهلي كانت بتؤدي لهذا. اما كلام بعض الناس اللي نسيوا او مش فاكرين او مش في دماغهم اللي بيقولوا ان الاهلي كان خايف، الاهلي كان ممكن يكون خايف من فكره ان الزمالك كان في الوقت ده ممكن يكون كان عنده حظ شويه على الاهلي، ان انت بقالك سنتين ما بتكسبش الزمالك فوارد ان انت في عز مستواك ده تقوم خسران خساره مفاجاه. ولكن فعليا فعليا كان الاهلي قوي جدا هجوميا في حين الزمالك كان ضعيف جدا دفاعيا. عايز افكركم بحاجه تانية في المباراه دي، ودي من ضمن التركات الحلوه اللي كان عملها مانويل جوزيه، ان المباراه دي شهدت عوده محمد عماره من الاحتراف، وكان في قلق من فكره ان محمد عماره يلعب
في رواق الايسر امام ابراهيم حسن اللي كان في الوقت ده بدأ مجهوده البدني يقل. فكان في اجتماع جوه اروقه نادي الزمالك، اروقه الفنيه يعني، هنعمل ايه قدام محمد عمار. فكان التفكير اللي حصل وقتها او اللي وصلوه وقتها ان احنا نلعب بمحمد عبد الواحد عشان يسند مع ابراهيم حسن قدام جبهه محمد عمار. مفاجاه بقى ان مانويل جوزيه نزل بجيلبرتو، ما نزلش محمد عمار خالص. وطبعا دي كانت يعني من اهم التكات في المباراه دي، ان هو اعتمد على جيلبرتو في المباراه دي. مانويل جوزيه كان الناس كلها نازله مستنيه انه هيبتدي بمحمد عمار، لقوا جيلبرتو. طبعا دي خدمت كتير النادي الاهلي في المباراه دي، وجيلبرتو عمل مباراه هايله. كمان محمد عبد الواحد لعب على غير عاديته، محمد عبد الواحد كان بيلعب يا اما في وسط الملعب الايمن او كان بيلعب في وسط الملعب الايسر، انا اسف، او بيلعب سواء هجومي او دفاعي. لكن في المباراه دي هو لجأ للعب على غير عادته في الوسط الايمن، وده ادى لان الزمالك تقريبا نزل المباراه دي خسران يعيب. فدي نقطه حبيت ان انا اتكلم فيها، يعني عايز اكد على اللي انا قلته من شويه، ان الاهلي لم يكن اضعف زي ما مش عارف ليه الناس كتير بتقول الكلام ده دلوقتي. الاهلي ما كانش داخل الغيب. فكره ان هم حطوا جون وفي ناس قالت مش عارف، انا مش عارف، مش بكذب طارق السيد، انا بحترم طارق السيد بالمناسبه، ولكن ظروف هذه المباراه بعيده كل البعد عن كل الكلام اللي انت اللي انا سمعته امبارح منك. دي اول حاجه حبيت اتكلم فيها. الحاجه الثانيه يا جماعه، امبارح كان في مباراه ما بين نادي بيرنلي وليفربول، والمباراه دي شهدت موقف ما بين محمد صلاح وساديو ماني. والموقف ان صلاح كان عنده فرصه انه يمرر الكوره لماني، بدلا من هذا هو قرر ان هو يشوط بنفسه. ومحمد صلاح بعد ما شاط يورجن كلوب خرج فيرمينيو وخرج ساديو ماني، وخرج ساديو ماني يعبر عن غضبه اتجاه التصرف اللي قام بيه كابتن محمد صلاح. يعني مبدئيا عايزين نقول ان يورجن كلوب هو الذي يتحمل مسؤوليه ما جرى بالامس. ايه سببه؟ اول سبب ان ساديو ماني كان بيتصرف نفس التصرف السنين اللي فاتت بطريقه اصعب. يعني كان بيحصل ان نادي ليفربول محتاج انه يكسب ومش قادر يكسب، وساديو ماني كان بيتصرف بنفس الطريقه، ويورجن كلوب ما اتكلمش. السبب الثاني ان اسوأ شيء موجود في الثلاثي الامامي بنسب، يعني ساديو ماني نمره واحد، محمد صلاح اثنين، فيرمينيو ثلاثه. الثلاثي الامامي عيبه الاوحد في ليفربول انه اول ما بيبقى عندك فرصه انك انت تحط جون، او عندك فرصه مش انك تحط جون، انا اسف، لا، انت وصلت لمنطقه الجزاء وانس الكوره جت على رجلك، يعني في حلول كتير قدامك بس انت مقرر انك تشوط. الثلاثه عايزين يجيبوا جوان، الثلاثه، ودي نقطه ضعف خطيره جدا في الثلاثي الهجومي بتاع ليفربول. التعاون ما بينهم بالنسبه للتعاون ما بين المهاجمين في الانديه الاخرى اضعف شويه. هم الثلاثه ثلاثي ناري، ولكن لاحظوا معايا جميع المباريات هتلاقوا ان فيرمينيو جه على حدود منطقه الجزاء في خياره الاول للشوط، محمد صلاح جه عند حدود منطقه الجزاء خياره الاول للشوط، ساديو ماني الكلام ده الموسم ده زياده كمان عن الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان محمد صلاح شويه بيتعاون مع زملائه. حتى الاسيست اللي معمول امبارح لساديو ماني اسيست معمول يعني بدون قصد، يعني مش قاصد، هو مش عايز يعمل الاسيست، هو يعني بيعدي فخبطت في رجله ففيرمينيو راح شايط. لكن فعليا محمد صلاح بقى زي ساديو ماني في المنطقه دي، فيرمينيو نفس الكلام بس فيرمينيو اقل وطأة. فيرمينيو بيدور على انه يدي زمايله اكتر من الاثنين، وان كان فيرمينيو برضو عنده نفس القفل. النقطه الثانيه، ساديو ماني عنده مشكله اتجاه محمد صلاح، لازم نعترف بيها ان الراجل ده ساعه لما جه محمد صلاح النادي كان هو قبل ما يجي، يعني محمد صلاح كان هو نمبر 1 في نادي ليفربول. لما جه محمد صلاح غطى عليه وغطى على النادي كله،
وبعدين محمد صلاح خد مرتين ورا بعض احسن لعيب في افريقيا. كمان هو عنده مشكله تانية ان هو في السنغال مش محبوب زي كاييدو كوليبالي. سيبكم من الجون اللي دخلوا في نفسه امبارح، ده موضوع تاني، بس ساديو ماني عارف ان هو في السنغال كاييدو كوليبالي محبوب اكتر منه، ودي مشكله تانية عند ساديو ماني. فساديو ماني فعليا السنه دي عنده فرصه ذهبيه يتجاوز محمد صلاح. فهو شايف ان اخر 3 شهور في السنه من الممكن ان هم يسمحوا له بمزيد من التفوق. محمد صلاح يدرك جيدا ان برضو اخر 3 شهور في السنه قد يسمحوا له بان هو يعمل مثلا زي ما بيقولوا بلغه السباحه، يعمل دراع زياده في الحمام بلغه السباحين. فهل ساديو ماني متخوف من 3 شهور دول ان محمد صلاح يقدر ياخد عليه بلغه السباحين زي نص دراع او يسبق بواحد بالعشرة؟ مش عارف، بس هو واضح تماما ان ساديو ماني يعني غيران، غيران مش محتاجه يعني مش محتاجه ذكاء يعني. ده بالنسبه للموقف بتاع امبارح. بالنسبه للدوري الانجليزي كله، انا السنه دي متابع اكتر من السنه اللي فاتت. الدوري الانجليزي في شغل كتير، وان شاء الله هيبقى في فرص ان احنا نتكلم في الدوري الانجليزي باستفاضه. في حاجات كتيره جميله في الدوري الانجليزي السنه دي. اجمل حاجه دور محللين الاداء وشغلهم. ده بالنسبه للموضوع التاني. بالنسبه بقى للموضوع التالت، وده الموضوع الرئيسي في الحوار. الموضوع التالت هو ريني فايلا مدرب النادي الاهلي الجديد. طبعا يعني امبارح كان في صدمه كبيره جدا لتعيين ريني فايلا مدرب السويسري البالغ من العمر 45 عام، اللي تقريبا ملوش نجاحات يعني نقدر نقول نجاحات بارزه اوت ستاندنج يعني الا في نادي اندراخت اللي حصل معاه بطوله الدوري كاس السوبر. يعني هو الموضوع كان محبط جدا بالنسبه لي انا شخصيا، مش بنكر يعني. انا لما عرفت ان المدرب هيبقى سويسري ومش جروس كنت متصور ان هيبقى مراد ياكين، ومراد ياكين السي في بتاعه فيه بطولات اكتر، ولكن برضه السي في بيدور في نفس الفلك. يعني اذا قلنا ان راين فايلر درب اندراخت وده نادي قمه في بلجيكا، فمراد ياكين درب بازل وده نادي قمه في سويسرا البلد الام. وكمان مراد ياكين احنا نعرفه اكتر من ريني فايلر باعتبار ان هو كان بيدرب محمد صلاح ومحمد النني، وان هو واحد من المؤسسين لعمليه التطوير الكبيره اللي حصلت في محمد صلاح. هنتكلم الاول الاحباط ده ايه سببه. الاحباط سببه ان كان كل الكلام اللي جاي من داخل لجنه التخطيط ولجنه الكوره برئاسه الكابتن طه اسماعيل وتحت اشراف الكابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس نادي، بيقول ان احنا هنجيب مدرب عالمي ليه اسم. الناس طلعت بطموحها، وواضح برضو ان لجنه التخطيط كان عندها طموح لدرجه ان تم طرح اسم لوتشيانو سباليتي. وما ادراك ما لوتشيانو سباليتي. برضو بالمناسبه نفس برضو يعني لوتشيانو سباليتي نفس السكه بتاع مراد ياكين، واحد من المطورين لمحمد صلاح، برضو ضرب محمد صلاح وعارفينه كويس. وانا يعني لما سمعت كلام امبارح بتاع لوتشيانو سباليتي لفت نظري فكره ان هو بيقول لهم انا هاخد 4.5 مليون يورو. هو اكيد يدرك جيدا ان المعلن ان السقف 2.2، فجاه يوافق. فبعدين يقول طيب انا عندي مشكله مع انتر ميلان ليها 18 مليون يورو عندهم. فالاهلي يقول له واي نوت، ماشي. طب انا مش هقدر اجي غير في يناير. فيجبر الاهلي على ان هو يعني يقول له مش هينفع، انا محتاجك دلوقتي. فزي ما يعني حلو التعبير بتاع كابتن طه اسماعيل، تحس ان في غناوه، يعني هو غني مش عايز. ف النادي الاهلي واضح ان كان هو طالع بالطموحات لحد لوتشيانو سباليتي. كان في كلام على خورخي فوساتي، انا عملت عنه فيديو قلت ان هو لا يقترب من الاهلي. كان في كلام عن مانو دلوقتي بعد البطوله، بعد ما الحوار خلص كان في كلام عن مانو، كان في كلام عن روجر شميت، كان في كلام عن كيكي فلوريس، اللي بيقال ان هو قال ان الدوري نفسه غير منتظم وما فيهوش جمهور ومش هينفع ان انا العب في الجو ده او في الاجواء دي. ماشي. فالاهلي راح جايب ريني فايلر. طبعا
طبعا الصدمة في ان المدرب ده شغله كله كان في الدرجة الثانية او في الدرجة الاولى مع نادي زي اوراوا، صعد بيه للدرجة الاولى وبعدين لعب بيه في الدوري موسم ولا اتنين وبعدين اندرخت، وبعدين في برضه تجربة مع نورنبرج قبل اندرخت، برضه نورنبرج ده في الدرجة الثانية في البوندسليجا. يعني مفيش سي في جامد. طيب السؤال، هل ده يدعو الاحباط؟ يدعو الاحباط، ولكن في نقطتين انا بفكر فيهم من امبارح. يعني لما تيجي تبص للسي في بتاعه تلاقي النقطه المضيئه الوحيده هي اندرخت. طيب اندرخت لما جابه ما كانش فيه نقط مضيئه في السي في، نادي اندرخت مش قليل في بلجيكا، ايه اللي خلاه يجيبه؟ طب ما انت مش مستحمل انه ضرب اندرخت، طب اندرخت استحمل انه يجيبه وما كانش انضرب غير يعني شويه انديه لا تذكر. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه ان في ناس بتتكلم عن ان المقاومات الشخصيه والطموح والكلام الحلو ده ممكن يبقى معادل لفكره ان ده راجل السي في بتاعه ضعيف فممكن ان احنا نستحمله وممكن ان احنا نستبدل فكره الاسم الكبير، خصوصا الاسماء الكبيره اللي بقت مصر يعني بتحقق النجاح المنشود زي مارتن يولو زي لاسارتي وزي هنري ميشيل سابقا. طيب ايه المشكله ان احنا نجرب من واحد عنده طموح؟ ايه المشكله ان احنا نجرب واحد صغير في السن خصوصا ان سنه يسمح له ان يبقى عنده سي في بالشكل؟ مبدئيا انا وجهه نظري ان رغم الاحباط اللي ممكن ينتبه البعض من فكره تعيين هذا المدرب الا ان الاصح هو انك انت تعتمد على اللي هتشوفه في الملعب. ايا كان الراجل ده انت مقتنع بيه او مش مقتنع بيه، عليك انك انت تستنى تشوف ايه في الملعب. ليه؟ اولا لان النادي الاهلي ليه دور كبير جدا في نجاح جميع المدربين اللي جم في تاريخه قبل كده. ناندو ريديكوتي، مانويل جوزيه، فايتسا. انا على فكره ما بقولش مانويل جوزيه السي في بتاعه سيء، والنهارده طبعا كل الناس اتكلمت على السي في بتاع مانويل جوزيه قبل ما يجي النادي الاهلي، وقد ايه كان سي في محترم امتد ل 22 سنه قبل ما يدرب النادي الاهلي. والنهارده في على الفيسبوك الناس كلها النهارده شافت تاريخ جوزيه، الناس يعني ناس بترد على الناس اللي بيقولوا ان جوزيه كان سي فيه ضعيف. ولكن بالتاكيد سي في مانويل جوزيه ما كانش فيه حاجات كتير زي مثلا انه ما لعبش في افريقيا. مانويل جوزيه خد بطولة افريقيا مع اول تجربه ليه في افريقيا. ففكره انك انت بتجيب مدرب اسم من باب انك انت تعمل عمليه تطمين للجمهور، التطمين ده يبتدي معاك كحائط صد بين الاداره والجمهور وبعدين يا ينجح فالناس تفرح يا يفشل فالاداره خد تضحي بيه زي ما حصل مع المدربين اللي فاتوا، يا اما انت تخوض المغامره للاخر وتختار مدرب بناء على مقاومات شخصيه ممكن ما يكونش حد غيرك شايفه. كمان في نقطه تانية مهمه جدا، انك انت علشان تيجي تقول ان مثلا في بعض الاقاويل بتقول دلوقتي كده ان الامير مرتضى منصور جاب مدرب افضل من المدرب اللي جابه امير توفيق. ماشي، لو انا وانت النهارده هنروح نختار مدرب بناء على السي في، طب ايه لازمه ان انا بجيب اداره كوره او لجنه كوره او لجنه تختار مدرب؟ اذا كنا احنا هنختار بناء على السي في يبقى ملهاش لازمه. يبقى انا اروح انا وانت كده نروح نجيب 30 40 سي في ونشوف السي في الاتقل، السي في ده وزنه 10 كيلو، السي في ده وزنه 5 كيلو، السي في ده وزنه نص كيلو. يبقى مفيش اي فكره او فايده لان انا بجيب لجنه كوره. طب ايه حكمه يعني فضى؟ فمفروض لجنه الكوره بتدور مش في السي في، بتدور فيما هو وراء السي في. فاحنا مبدئيا المفروض جمهور النادي الاهلي، وده الطبيعي، ان احنا يعني زي ما بيقولوا الامريكان ويت اند سي، نشوف المدرب ده هيمشي ازاي، هيفكر ازاي، خصوصا ان مقومات النجاح في الاهلي مختلفه عن مقومات النجاح في جميع الانديه اللي هو ضربها، وفي جميع الانديه اصلا اللي ممكن يكون مثلا حتى مرات ياكين نفسه ضربها او مانويل جوزيه نفسه لما جه ضربها. الاهلي لو انتوا فاكرين في المره الثانيه
اما جه الاهلي جاب مانوي جوزيه في مباراه اتلعبت ما بين الاهلي وبلينسيتش اللي هو النادي اللي بيدربه مانوي جوزيه، هذا النادي اتغلب 4-0. بنفيكا نفسه في مباراه استعراضيه بين الاهلي وبنفيكا اتغلب 2-1. فمقاومات الاهلي مختلفه عن المقاومات خارج، يعني المقاومات اللي ضرب فيها مانويل جوزيه والمقاومات اللي ضرب فيها اي مدرب. مفيش نادي عنده هذا النهم، الانديه اللي عندها هذا النهم ناحيه البطولات قليله جدا في العالم. فالاهلي بيضيف المدرب اللي بيضربه، مش المدرب بس اللي بيضيف فيه، في عمليه متبادله من الاضافه. ما انتش بتضرب نادي صغير، ما انتش فالنس فريق بنيتيس بيجيب معاه 2 دوري، انت نادي بتجيب الدوري انا اسف يعني الظهر. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، انت الراجل جايب جهاز كامل وهيجيب كمان محلل اداء، فده معناه ان الراجل عايز يشتغل باسلوب علمي. النقطة دي احنا برضو مفتقدينها في الاهلي في ظل حالة عدم الثقة اتجاه الجهاز اللي كان موجود قبل كده، تحديدا اتجاه المصريين اللي كانوا موجودين في الاجهزة السابقة، وان ما كانش لهمش دور لا مع كارتيرون ولا مع لاسارتي. فانت لازم تبص للنقط دي بعين مختلفة. وفي النهاية النجاح والفشل بيد ربنا. مورينيو لما جه مانشستر يونايتد كانت الناس كلها متوقعة انه هيرجع مانشستر يونايتد على الخط المستقيم. ما حصلش، ومانشستر يونايتد تراجع عده خطوات الى الخلف. لكن جوارديولا على ناحيه ثانيه قدم مانشستر سيتي قدامه، بقى مانشستر سيتي نادي يعني بصراحه يعني انا استغرب. فانا رايي ان احنا نصبر نشوف، ووارد جدا انك انت تلاقي في الراجل ده ضالتك المنشوده، لكن على الاقل محتاج 6 مباريات علشان تبتدي تقيم التجربه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو زي ما بنقول كل مرة اشترك في القناة، اعمل لايك، علق لو عندك تعليق، وفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتي، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.